اولا من وجهة نظرك شفت القائمة بتاعت منتخبنا الوطني ازاي، او اختيارات روي فيتوريا بالكامل بقى قولها ازاي؟ اختيارات انا يعني اتمنى تكون موفقة يعني، بس ايوه يعني هو من الواضح ان هو ضم ناس كتيرة جديدة، هو برضو ليه يعني ودي اختياراته ومن حقه يختار طبعا اي عنصر من العناصر اللي موجودة. فانا شايف ان هو في عناصر جديده ملهاش خبره دوليه بشكل كبير، هو مختارها على اساس ان هو بيامل ان هم يادوا بشكل كويس. نتمنى طبعا التوفيق لكل لاعبتنا، ونتمنى للتوفيق باذن الله في التجربه امام بلجيكا، لان ماتش طبعا مش سهل وماتش صعب، وهو بعد الماتش ده هيقدر يحط ايديه على كل السلبيات والايجابيات بتاعت اللعيبه بتاعتنا. برضه يا كابتن خالد، يعني مين اللعيب اللي كان ممكن حضرتك شايفه مناسب لوجوده في المنتخب كمان الفترة دي هو ما اختاروش؟ هو كريم فؤاد يعني برضه نمرة كريم. واحد كريم. طبعا. في حد تاني غير كريم من وجهة نظر حضرتك؟ لا يعني تقريبا لا، بس هو من العدل ان اي لعيب يثبت يتألق. نفسه ويتألق لازم يتاخد، يعني بيبقى وضع مش طبيعي هو ما اتاخدش ليه، ومش عذر ان هو بيلعب في مكان مثلا فيه تريزيجيه او محمد صلاح او مرموش، لا هو اجاد كان لازم ياخده، لان دي بتدي حتى امل لكل اللعيبه ان هي تجتهد من خلال الماتشات مع النادي بتاعها على اساس ان هي تروح المنتخب. فهو يمكن كريم فؤاد هو اللعيب اللي كان لازم يكون موجود. طيب، مباراة قوية الحقيقة، مباراة طبعا منتخب بلجيكا، رؤيتك الفنية بقى لهذه المباراة ازاي؟ لا بلجيكا من اقوى يعني تاني انا التصنيف متهيألي. العالمي. طبعا، وبعدين فرقة جامدة جدا، عندها لعيبة على مستوى عالي جدا، من احسن اللعيبة اللي موجودة في العالم، هتبقى تجربة قوية جدا بالنسبة لنا، وهيبقى مقياس حقيقي للعيبة تقيس إمكانياتها صحيح، بالنسبة لإمكانيات اللعيبة اللي هي على مستوى عالي. دي بروين وعندهم لعيبة من أحسن لعيبة في العالم، صحيح، وبعدين مصنفين إن هم يعني تاني تصنيف، وأنا برضو من وجهة نظري ممكن يوصلوا المربع الذهبي في بشكل كأس العالم كبير يعني. في كأس العالم. فهتبقى تجربة قوية لعيبتنا، أتمنى إن احنا نظهر بشكل مشرف يعني للكرة المصرية.